بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في قناة خليل جيم. طبعا شوي اليوم المود شوي غير. طبعا حاط لكم الجيم لازم 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 تشوفونه. فجرتم تفجير في ثرش اللي يلعب لولو رانك منشن كل حد تاج لايك كل شيء حق الفيديو لا تنسون ادري بكم كفو وبتسوون لايك وهاي الامور. بس بغيت اقولكم في الفيديو ليش كيف ابل سويت اللي حضر على القناة. اللي كان متابعني تاريخ 12 كانت ابل معلنة عن الايفون الجديد، وطبعا انا من محبين ابل واحب تلفونات ابل ومنتجات ابل، فابغى اشوف الاكس الجديد كيف. فشو سويت؟ سويت اعادة بث لمنو؟ لبث ابل، وكنت اسولف مع الشباب وياي في الشات، وكان الهدف لاني معجب في منو في ابل. اكتشفت ثاني يوم الصبح ان ابل مسوية لي حظر على القناة 90 يوم ما اقدر اسوي اي بث، وعلي حظر حقوق نشر، وما اقدر احط اي فيديو فوق 15 دقيقة. يا جماعة المشكلة معدل فيديوهاتي انا في القناة 30 دقيقة، ف حاليا اذا بسوي بث باكم تتابعوني على تويتش لان المشكلة هذه تنحل ان شاء الله. بحط رابط قناة تويتش مالي تحت، وكل بثوث تويتش بتكون على تويتش، وباكم كالعادة ادريبكم كفو ونقعوا لي الفولو هناك في تويتش يا جماعة الخير اللي تتابعون. البث كله هناك، بنحوله لهناك. اما بخصوص مدة الفيديوهات انا بحاول احصل حل، يمكن اسوي مونتاج حق كل الحلقات. ابى رايكم تحت في الكومنت، انتو شو تشوفون؟ انتو شو تشوفون؟ نحن نبى الحين نسوي فيديوهات تحت ال 15 دقيقة لان عندي حظر على القناة بسبب حقوق النشر حق ابل، اللي اظني لازلت احب المنتجات مالهم، يعني احب منتجاتهم. شو اسوي؟ لو لعوزوني شوي. المهم تابعوا هالجيم هذا، تابعوا اللعب هذا، لعب رانك لول. انا العب مين لين اللي يعرف اللعبة تحت كسبورت دعم ل المهاجم اللي هو الاي دي كاري. ف ابغى اشوف رايكم في الموضوع وش نسوي في خصوص المونتاج، وفي نفس الوقت ابغى منكم تفجرون اللايك هذا، مو كبير عليكم 100 لايك على الفيديو، عندي اكثر فيديو الحين 80 لايك، نبغى 100 لايك على الفيديو هذا اذا امكن. واخليكم ولا تنسون تسوي فولو حق تويتش مالي ان شاء الله، والتويتش بيكون موجود تحت رابط قناة تويتش مالي، بس ادخلوا سووا فولو. يلا حياكم الله، خليكم مع الجيم. كفو كفو والله انك كفو. كفو ويل بليد، كفو والله انك كفو. ما عندي لانتر خلاص، ما عليه. اسمي اللي حقني كفو أهري، والله أنك كفو ترى ليدي كاري هذا. حاولت أسوي والله خلا آخ يا شيلد، لا تقول ما سوى لك سيف. شيلد اكزوست. عقه كفو. ذوق 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 تيدرش. انا ترى ويف، بس ترى يا اخي ويف اللي عاوزني رام تبا والله انا قلت انت جاي بالله جاي بالله تدري مديايكم 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 كيف شتم سواله. تعال انا ابوك، تعال بابي هنا. ديثرش
الترر هذا انت يا سيدي كلير ترى دايب لعيونه والله والله ما عايش فين حياته انا اتمنى تساعدوني برضه نحن فايت فايت انا سوري والله أربعة. سوري مسكالكليتد سويت كل كفو والله حاولت اسوي لك بيل ماكسيمم والله بدري لا لا مر طيب انا كنت واقف اصلا قدام بيل على فكره شوفني وانا ميت اساعدك على كثر مغلي شوف وانا ميت اساسا كفو اظن كفو بنته كفو البنته أكثر من كده مفيش لا سويت لبيل مش طبيعي توه يودي شيلت كلكم كل شي في الدنيا اللون اللون جي جي سوف سرندر على آخر ثانية